واصل متظاهرون إيرانيون احتجاجاتهم في مختلف المدن الإيرانية للمطالبة بحقوقهم الأساسية والإفراج عن المعتقلين الذين تحتجزهم السلطات الإيرانية في السجون. وفي محاولة يائسة من النظام الإيراني لوقف الاحتجاجات، أقدمت السلطات على حجب المواقع والتطبيقات التي يستخدمها النشطاء لحشد التظاهرات، ما يعد خرقا للعديد من الاتفاقيات الدولية وانتهاكا لمعايير الاتحاد الدولي للاتصالات. وقد استمرت السلطات في التركيز على اعتقال العناصر الشابة التي تحبط عمليات الحجب وتقييد الانترنت التي تنفذها أجهزة السلطة الإيرانية. هاجم عدد من المتظاهرين في العاصمة الإيرانية طهران مقر قوات الباسج الإيرانية في رد صارخ منهم على ما تقوم به تلك القوات من انتهاكات جسيمة بحق المتظاهرين العزل، حيث استخدم نظام الولي الفقيه قوات الباسيج لقمع الثورة بأبشع الوسائل، ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق الدولية التي تحفظ حق الشعب والمتظاهرين. أفادت وكالة أنباء عالمية بهروب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمود هاشمي شهرودي من مشفى بألمانيا خوفا من الاعتقال بسبب اتهامه بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وكان شهرودي يتلقى العلاج في مدينة هانفور الألمانية قبل اندلاع الاحتجاجات في إيران، وقد هرب خوفا من الملاحقة القانونية بسبب اتهامه بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية. وأظهرت وسائل إعلامية صور موكب شهرودي وهو في طريقه إلى المطار، كما أظهرت صور وقفات احتجاجية لنشطاء إيرانيين أمام المشفى الألماني. تشهد السجون الإيرانية أسوأ أساليب التعامل غير الإنسانية على يد أتباع النظام الإيراني بقيادة سهراب سليماني الذي يشرف على تعذيب المحتجزين والموقوفين في سجن النظام، والذي وضعته وزارة الخزانة الأمريكية على لائحة العقوبات. وعلى خطى أخيه قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإرهابي المصنف دوليا على قائمة الإرهاب.